راه ودات بشحال على الفيديو اللي درتكناه، ودات 40 درهم في الكيلو، 100 درهم ل 60 درهم. كاين دايرين تما، كاين المعامله، كاين البروموسيون، كاين الجوده، كاين الكلام الطيب، ولا خصها شي حاجه مرحبا. وكاين الكريدي؟ لا الكريدي ما معناش. الكريدي ما كاينش، هكذا. المهم الكريدي كتعكس تنقي الكريدي، ولا كنبيعوا لها المنقي تمشي مهني. السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا عند سي عبد المخلص وسي عبد المجيد في المحل التجاري ديالهم بمدينه السعيديه، اون فاصل التاكسيات ديال السعيديه. الان غادي نبارطاجيو معكم المحل بالضبط فين كاين، ونتعرفوا على المبيعات اللي كاينه هنا عند بوعبد المخلص اللي افتتحوا هنايا هذا المحل هذا ديال الخضار والفواكه بمدينه السعيديه. على بركة الله نبداو الفيديو ان شاء الله. ابو عبد المخلص تبارك الله عليك. الله يحفظك اخو عبد المخلص. الله يكبر بك. الله يحفظك بارك الله فيك. اخويا اخيرا فتحت لنا المحل في سيدي. درنا الافتتاح هذه السيمانه ان شاء الله، نطلبوا الله يكون الخير ان شاء الله. ان شاء الله نطلب ربي يوفقك ان شاء الله والجميع ان شاء الله. الخير موجود بعدا. لا الخير موجود. الله يبارك، الخضار الفواكه كل شيء موجود. انا من ما دورت كاين. اللهم بارك. الهنديه، المهم كلشي كاين. البلاصه بالضبط ها هما الطاكسيات ديال السعيديه، غنمشيو هنا لوجده بركان الناظور، هذه هي المحطه الكبيره ديال السعيديه ديال الطاكسيات الكبار. وهنايا انفاس ليها الواحد الا كان غادي يجي هنا يكري، ولا مثلا في السعيديه، ولا كي يجي ينزل بالطاكسي يفوت يتقضى. بعد ما جيت تبارك الله عليك، دعوه زينه، كلشي مزيان، الله يعطيك الخير بارك الله فيك اخويا. دعوا بدا مضل الله هذا البلاصه، هذه البروده الله كاين المسائل مزيانه. اللهم بارك، اللهم بارك، بلاصه زينه هنا الصراحه ونقيه، البوليس كاينين هنا الدعوه مامنه الحمد لله. الاناناس موجود اللهم بارك، بنان خير موجود. وبالنسبه للاثمنه كان هذا ربع المخلص اثمنه اخويا، الاسعار مرتفعه شويه ديال الفروع، الله يسلمهم، يعني راه شويه المقلي شويه راك عارف جفاف، هو شويه ديال الجفاف، ومازال يعني الفروع عاد في البدايه ديالو، مازال ان شاء الله يكون خير شويه قدامها، يعني من يدخل السعر يعني ترخص. ديال الخوخش هذه يعني الله بدا. اللهم بارك. قول لي الهنديه شحال راه دايره؟ الهنديه خويا صوفيا راه دايره 60 درهم. 60 درهم هودت؟ هودت شويه. هكذا يعني حقاش كان دخلت شويه قاسحه. واه. الهنديه راه هودت بشحال على الفيديو اللي درتكناه، هودت 40 درهم في الكيلو، 100 درهم ل 60 درهم. كاين دايرين 80 70، حنا كنعرف دايرين شويه بروموسيون، دايرين شويه تخفيض مع الكليان. ياك. واه بلا بحال كتولفوا. في الافتتاح يعني بين محليتك. دابا ندي معاه 5 درهم، فرجي ندي معاه 5 درهم، ماشي نجد انايا نضربو ندي معاه 20 درهم ولا هذا، يهرب لي ما يوليش ما عنديش الربح. نيشان. انا خصني قليل ومداوم وانا كثير ومقطوع. نيشان داكشي اللي كاين. لا المونغ الخير موجود الله يبارك. شاخر حب الملوك، السويهله، البطيخ، الدليع، اللتين، ها المهم نوريكم الحوايج اللي كاينين هنايا. اللي بغى شي حاجه يجي عند بعض المخلص ابن مدينه بركان. واه حنا كنتعاملوا مع اي واحد، كاين المعامله، كاين البروموسيون، كاين الجوده، كاين الكلام الطيب، ولا خصها شي حاجه مرحبا. وكاين الكريدي؟ لا الكريدي ما معناش. الكريدي ما كاينش، هكذا. المهم الكريدي ممنوع، الكريدي الكريدي والرزق على الله. البروموسيون كاين، المعامله كاين، الثمن ثمن الكريدي لا. الثمن المناسب كاين، الثمن المناسب كاين، الجوده كاينه، ولكن اللي ما يقدرش الكريدي لا. هو نيشان المعقول، نيشان لا النيشان هذا هو اللي كان الاخوان. العنب، التين، الزروديه، ما تيش شحال راه دايره؟ 5 دراهم. هذيك اللي من هنا 4 دراهم. هذه من هنا 4 دراهم هكذا. اللهم بارك. ها هي اللوبيا كريني هنايا، اللوبيا كريني هنا مقشر. كيعكز كاين اللي كتعكز تنقي الكريني، ولا كنبيعوا لها المنقي تمشي مهني هكذا. يعني والثمن ديالها بشحال كتبيع؟ 25 درهم. 25 درهم، وهذه؟ هذه من 14 درهم. هذه 14 درهم هكذا، منقيه 25 درهم. واه. لا في شكل هذا الشيء. كاين الثومه اللي مربيع القصابير. اللهم بارك، تاعها مخدره. الله يقوي الخير. بعد الماجد تحياتي، كي داير الدعوه مليحه؟ الله يعطيك الخير. اخر مول الكرم. البلاصه كما قلت لكم هي هنايا عند الطاكسيات ديال السعيديه، الله يبارك. وبهذا الاخوان نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تصلوا على النبي، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. اللي الى جيتوا السعيديه ما تنساوش تفوتوا عند سي عبد المخلص، تشجعوه كبدايه، هذه يعني بداية ديال الافتتاح ديال هذا المشروع هذا. والله يسخر الجميع، والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.